السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، بولي هيفن ممتاز جدا، بتلاقي فيه موديل كتيرة جاهزة، فيه تكتشر جاهزة تقدر تحطها في أي ماتريال، فيه اتش دي ار اي تقدر تستخدمها في الريندر بتاعك. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا لو انت عايز التكتشر ديت بتقول له براوس، ففي آلاف الماتريال الموجودة، تقدر تقول له مثلا انا عايز حاجة خاصة بال مثلا وود، يبدأ يجيب لك أشكال كتيرة جدا، تقدر تختار اللي انت عايزه، وتقدر من هنا ان انت تعمل لها داونلود وتستخدمها في المشروع بتاعك.